عباس رضي الله عنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعلمون أن ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس صغيرا، قيل كان عمره 15 سنة وفي 13 سنة، فما تمكن آنذاك أن يبدي بعض التساؤلات وأن يستفسر، لكن لما كبر وبدأ يعتني بكتاب الرب جل وعلا بدأ تأتي تلك الأسئلة التي أحب أن يتأكد منها. ولذا سأل عثمان، عثمان كما تعلمون هو الذي جمع القرآن، فجاء عباس وسأله لما لم نجد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية سورة البقرة. ماذا قال عثمان؟ قد يكون البعض أول مرة يسأل.
بما كان يمارس اخر الكتاب. قلت قبل قليل ان الحوار الحقيقه الذي دار في سوره التوبه هي مواجهه مع المشركين. من ذلك طلب منا الاعراب عنهم، طلب منا ان نحاورهم ونناقشهم، طلب منا ان نبني بالعهد ما كان بيننا وبينهم عهد. كل هذه تجدها في سوره، تجد انها في سوره التوبه قد ذكرت وما الى ذلك. هذه السوره هي سوره مهمه تحتاجها الى ما اردت وعيت، وان تتكشف الواقع الذي تعيشه، وان تميز بين الصكوك، هذا التمايز بين الصكوك، من الممكن ان تسترشد بسوره التوبه ثم تنطلق بعد ذلك لتفهم واقعك حينما تجد ان نفاقا ينبع بصوت مسموع تتكشف. هذا النفاق خلال قراءه تاملية مع تفسير وتدبر بسوره التوبه، فلن تعجز ان تتكشف لك. السوره الثانيه هي سوره يونس. يونس سوره مكيه. بعض اهل العلم يجعل من ضمن السبع طوال سوره يونس، فيخرج التوبه ويدخل سوره يونس مكان سوره التوبه. هذا عند بعض اهل العلم حتى يدخل من ضمن الحديث الحديث عن سبع طوال. ذهب التسميه، التسميه التي اشتهرت فيها هذه السوره يونس. يونس، وتعلمون ان الامه الوحيده التي امنت بنبيها دون ان يتخلف احد قوم يونس، هم القوم الوحيدون الذين امنوا بنبيهم دون ان يتخلف احد. اما بقيه الانبياء وهذا ترونه في سياق القصص، اذا قوم يونس اكرموا بهذه التسميه لكونهم قد امنوا بدعوه النبي. ما عنوان سوره يونس؟ سوره يونس عنوانها قيس، الايمان بالقضاء والقدر. اذا قرات شرعت الان في قراءه سوره يونس، ضع نصب عينين امر متعلق بالقضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر وهو امر متعلق باركان الايمان. واذا تجدون ان هذه السوره هي فرصه لمن يعاني تشريعات، لمن يبني تلك الخواطر الشيطانيه بالحديث عن وجود الله، عن قدره الله، عن الانسان مخير ام مسير. هذه المعاني التي قد تجدها تشريكا تعاني منها، سوره يونس ركزت على هذا. واذا تجد ان هذه السوره اظهرت في مخلوقات الله عز وجل في خلق السماوات والارض، يعني تذهب بك بعيدا في مساله التامل في مخلوقات الله، فهي عالجت هذه القضيه وبصوره واضحه وجليه. بقي احبتي، طبعا اي علاقه بين بدايتها في بداية سورة يونس تريد أن تؤمن بالوحي والكتاب الحكيم والحكمة الربانية، تريد في البداية. ثم تمضي في سورة يونس وأنت تتقدم في مخلوقات الله عز وجل وتعطيك وتجدد في داخلك الإيمان بالقضاء والقدر، ثم تصل في النهايات فإذا بك تدعوك أيضا إلى الإيمان بالوحي، تختم أيضا إلى الإيمان بالوحي. فدعاك الإيمان بالوحي كمسألة مسلمة، ثم دعاك إلى الإيمان بالوحي في نهايتها، ثم ما بينهما حجة عقلية لتتولد في داخلك القناعة، الإيمان بالقضاء والقدر وما إلى. بقي بعض الإشارات التي أرشدها في هذه السورة أحبتي. أشار الله جل وعز إلى نوعين من الشفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. شفاء القلوب تجدها آية قد صرح بها هو القرآن، وشفاء للأبدان تعالجه معالجة صحية تحدث عن العسل. إذا تحدث عن شفائين في هذه السورة، تحدث عن القرآن شفاء الأرواح، وتحدث عن الشفاء البدني وهو تناول العسل. أيضا أشار إلى مسألة مهمة حينما دعانا أن نسأل أهل الذكر إذا ما وقعنا بالشرك وما إلى ذلك، هذه مسألة مهمة. لا، سورة يونس تحدثت عن مسألة التشريك، تحدثت عن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر وهي قضية شائكة. فالله جل وعز يقول لك اسمع، أنت ممكن أن تخوض في هذه المجال وتصاب بحيرة، لكن من تسأل؟ الذين نراهم اليوم تخبطوا هم الذين انتقلوا بين القنوات الفضائية، يسمعون إلى شداد
وإلى هذا